بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده بإذن الله هنتعلم إزاي نقدر نجيب السي جي بتاع أي شكل موجود في برنامج الكاد. نفترض الشكل اللي قدامنا دوت، هنعمل هو الأمر بإذن الله بسيط جدا وسهل. هنعمل الشكل دوت ريجون، نكتب ريجون ار اي جي لريجون، تمام، وأعلم على الشكل وأقول له إنتر، فيقوم عامل لي الشكل ريجون، تمام. بعد كده هكتب ماس بروبرتيز، ماس بروبرتيز، واعلم عليها، فيقوم ظاهر لي، اقول له انتر، فيقوم ظاهر لي السنترويد بتاع الشكل عند 16.4601 و89. ممكن اجي من هنا كده واقول له اعمل لي بوينت بي او انتر، افتح لي دي شويه، والبوينت اكتب البوينت بتاعتي اللي هي هنا دي عشان تعمل النقطه في السنتر بتاعي. السنترويد بتاعي كان 16.4601، وكانت الواي بتاعتها 8.9064. اتك انتر وهنزل دي تحت شويه كده الكوماند لاين ده، هتلاقي يظهر لي النقطه هنا كده اللي هي عند صفر وصفر، عند صفر وصفر للشكل. طبعا انا ممكن بعد كده انقل المحاور زي ما انا عايز للنقطه دي. نقلت المحاور، ممكن اتاكد بقى بماس بروبرتيز واعلم عليها واقول له انتر، المفروض يظهر لي ان السنترويد بتاعي عند صفر وكام؟ صفر وصفر. وممكن اقدر من هنا اجيب المومنت اوف انرشيا حوالين اكس ومومنت اوف انرشيا حوالين واي والبرودكت مومنت اوف انرشيا والريديوس اوف جيريشن وبالنسبه لمومنت الاكس والواي وهكذا. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.